من بين العادات التي تتميز بها العائلات الجزائرية خلال موسم جني الزيتون نجد عادة التضامن والتكافل الاجتماعي. ففي قرية التراكة ببلدية ديرة أقصى جنوب عاصمة ولاية لبويرة، وبالرغم من تراجع كمية الإنتاج لهذا العام، يبقى موسم جني المحصول مناسبة للفرح وللخير. بالنسبة لديرة كاع والقرى تاوحة، راه ولا عندنا الزيتون هنا، ولا الناس قاعد تستغلوا. احنا رانا من 2004 وهنا عقابو، اليوم الحمد لله رانا في انتاج لاباس عليه، ولينا نخدموا فيه، عايشين منه وولادي ثاني عايشين منه. النشاط الفلاحي مهنة توارثها سكان المناطق الريفية أبا عن جد بما فيهم شبابها. مهنة أبائنا وأجدادنا لازم تبعوها، وإحنا لازم ما نخرجوش من الريف هذا، لو كان نهجروا كامل الريف ما ندخلوا المدينة ما كانش يعني الإنتاج. تطوير شعبة الزيتون هدف يسعى أصحاب المستثمرات الفلاحية لتحقيقه، هدف لن يتأتى إلا إذا تكفلت السلطات المعنية بمشاكل الفلاحين. المشكلة تاع الكهرباء بعيدة عليا، ما كانش حتى 250 متر، لهذه اللي نستنى فيها، ومن خلال القناة تاعك من بلاد نطلب من المدير الفلاحة تاع البويرة إن شاء الله يسهلنا بها يعطينا الكهرباء، خاطر ندير ما طلب تاعي راه في البويرة. بالنسبة للفلاحين يخصونا المسالك نتاع الطرق للفلاحة واحدة، يخصنا الكهرباء زوج، الآبار تاع الماء، يخصنا الدعم تاع الفلاحين. بالنسبة للكهرباء الريفية فمديرة المصالح الفلاحية قامت بإحصاء مختلف المستثمرات الفلاحية لمحتاجة الربط لشبكة الكهرباء الريفية، وبعد الإحصاء والدراسة التقنية تاع السونار غاز حنا رانا نستناو وزارة الفلاحة يعني برمجوا لنا عملية، بعد نقوموا إن شاء الله بدعم الفلاحين هذوما وتكفل بالانشغال تاعهم وبالبرونشمون هذايا. عملية جني الزيتون كثيرا ما تتخللها فترات راحة لتناول أشهى وألذ الأكلات التقليدية وسط أجواء عائلية.